خلال هذا الموقع أتوجه من قلب مدينة الناظور بأخلص التحية والعناقات لإخواننا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر في ديار الغربة. هذه النسخة إذا كانت تتميز عن سابقتها فإن أهم ما تتميز به هي الحضور المكثف لعدد من ضيوف الناظور، من ضيوف سينما الذاكرة المشتركة من مختلف أنحاء المعمور، أسماء وازنة، أسماء ذات معيار ثقيل في مجال الفن، في مجال المسرح، في مجال الإخراج، جاءوا قلت ليشاركوا الناظور في نسختها الخامسة من هذا المهرجان السينمائي. حفل افتتاح كما تابع الجميع كان رائعا في فقراته، رائعا في تنظيمه، رائعا في تناسق الفقرات التي قدمت بحرفية ومهنية واحترافية. المدينة انتعشت منذ وصول ضيوف المهرجان إلى قلب هذه المدينة. العجلة تحركت مرة أخرى والمدينة أحست بدفء وهي تحتضن وهي تستقبل بحرارة كل الضيوف الذين قدموا على هذه المدينة من أجل المشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان سينما الذاكرة المشتركة. المهرجان يكبر كل سنة، يكبر من حيث ما يقدم من مواد، من فقرات، يكبر من حيث ضيوف، يكبر من حيث الإعداد اللوجستيكي، يكبر من حيث الإعداد الجيد للإخوة المشرفين على تنظيم هذا المهرجان، يكبر في كل شيء بطبيعة الحال. نتمنى صادقين، خاصة وأنه كل نسخة، خلال كل نسخة من هذه النسخ الخمسة تقف في وجه المنظمين إكراهات، ولعل أصعبها ما يتعلق بالقاعة التي تحتضن مثل هذه المهرجانات الرائدة، مهرجان السينما. نتمنى صادقين أن تكون هناك في النسخة السادسة قاعة في مستوى طموحات ساكنة الناظور، في مستوى هواة سينما الذاكرة، أن تكون في مستوى طموحات المثقفين من أبناء هذا الإقليم، تكون هناك قاعة تستوعب كل تلك الأعداد الغفيرة التي تحج للحضور في فعاليات المهرجان. مرة أخرى أشكر زملائي في بوابة مغاربة العالم ومن خلالهم كل أفراد الجالية. نتمنى مستقبلا أن يكون الحضور المكثف لأفراد الجالية في مثل هذه المناسبة.